الفاعل محمد المستوير الحالي وعلاقتي بالفن وانا عسكري. ايوه. ولكن هذه موهبه. استيقظت ذات يومين فوجدتني على الرسوم وسأترك للجمهور وللمواطنين الحكم على ما سيرون ولهم الحق في إبداء بعض الملاحظات لأنني ما تخرجت من مدرسة الفنون الجميلة بل تخرجت من الفنون القانونية هي ولكن من الفنون الجميلة هي موهبة إن كانت تستحق الملهبة فلها الحق وإن كانت لا تستحق الحق فإني أتقبلها بكل سرور وبفارغ الصبر ولكم ولكم الحكم أولا وأخيرا. أستاذ مساوي واش عندك شي فكرة على أساس بالنسبة للمعارض المشاركة ديالك بعض المعارض الدولية أو الوطنية اللي فيها بالنسبة للوحات واش ممكن أنك تشارك؟ أنا ما كمواطن تنلاحظ ولكن أنا ما عنديش ذاك النقد من أجل النقد لأن كل واحد عمل شي حاجة إلا تيبذل فيها مجهود وتيتبنوا أنها مزيانة أنه عمل حسنة ما فيش أنا ونحكم عليه بأنه فاشل أو بأنه هذا الشيء تافه هذاك ماشي من حقي أنا أنني نتلقى إذا كان صالح حسنا فله ذلك وإن كان مسيئا فله الحق بذلك أما أنا فيمكنني أن أحكم على ما أقوم به كشبه فنان أو الفنية على أي سبق لي ذات مرة أن طلع أحد الوزراء على صوري ومنحني رخصة مشاركة في ويت واسم بيلدن في أمريكا ولكن بما أنني كنت عسكري فلن يكون يسمح لي القانون بالمشاركة في هذه المساهمات ولذلك بنفسي ولكن الآن لم يبقى من حقي أنا فقط وهذا للجمهور أن يطلع عليه وسنرى إن شاء الله مدى صدى هذا ما سيرى عن طريق هذه الإخوة الذين تطوعوا لإبداء هذه المخزونة كما يقال أنا لم أكن شحيحا بها ولكن بأن حكمي بمهنتي كضابط وكقاضي عسكري وقاضي في النيابة العملية لمدة 29 سنة. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.